ذبحنا الاثنين احنا نتقسموا. اوكي هي اخر جولة. وين شفتيني؟ شفتك انه انت سمعت صوت الكاميرا شغاله. توقعتي يعني؟ شفتي انه ما شايفتيني؟ شفتي انك ما شايفتك؟ لك لا؟ اول شيء شفت الاغراض من امبارح رتبتهم. شايفين البيت على مهله عم يفضى وما عم بيبقى في شيء. على اساس هي اللي عملتهم كلهم. والله جوجي اشتغل مع امه امبارح. شو عملت؟ اشتغل معي. جوجي بس انت رح نخلص، انت رح نخلص، انت رح نخلص، يلا قول جملة ثانية انت. بدي العب، بدي العب. بدي العب، بدي عن جد هيك قضاها. هلا هدول جزء من الاغراض. جزء من الاغراض، ليك البيت تقريبا عم يفضى، ليكو هون دقيقة فرجيكم. ليكو هون فضي وهون في اشي حاططها مشان ما رح تفرجيهم اياهم، ليكو هدول مشان اللعبة اوكي؟ لا ما فيك تتطلع. جاهزين للعبة؟ اليوم رح نلعبكم لعبة كتير حلوة. امبارح عم قلت لي بالليل على اساس انه هيك بدنا نصور ونتسلى، قلت لي طيب ليك بدي لعبكم لعبة كتير حلوة. بس بكرة. حمستنا بس بكرة. اليوم. اوكي اجا اليوم يلا. هلا أول شغلة مشان اللعبة حزرك شو بدك تعمل؟ بدك تعمل لي كراتين هدول الاثنين، اوكي؟ تعمل لي اياهم يعني جهز لي اياهم مثل هذيك. تعال فرجيكم الأغراض، ليكوا الأغراض هون. هون هون كلهم مضبوبين على فكرة، وليه كل تروح كيف مضبوبة كلها للبيت الجديد. تمام؟ شو عم بتعد ماما؟ ها شوفوا الشاطر فورا فورا عملها. ليكو اللعبة هي انه رح نحط هيدول، سامعيني ولا لا؟ هلو؟ ليكو اللعبة هي انه رح نحط الكرتونتين هون، تمام؟ وانتو رح توقفوا، كل واحد رح يوقف بكرتونة، يلي بيطلع اول شيء هو اللي بيخسر، يلي بيضاين يضل اكثر. اه اذا هيك اللعبه خلينا بس نجهز نشغله. شو بدك تجهز؟ شفت انه يعني هي اللعبه شفتها شايفها انا على اليوتيوب، هي موجوده بس بدائره، نحن ما عندنا دائره، نحن عندنا مربع مستطيل مدري شو. يعني هلا هي انه قديش بتحمل وقت بالصندوق مثلا لضل قاعد فيه لوقت؟ لا انا بدي اعمل لكم تحديات انتم بالصندوق. اوكي اوكي يا جماعه ما مشي. ماما انت شو حدا قال لك انه بدك تنام بالصندوق؟ انا بلشت. اوكي جيبوه هيك. لؤي لؤي انت يمكن ما توسع توقف بالصندوق اصلا. اوكي هالمره تحدي لكم، لكم شو الجائزه؟ يلي بيربح بيربح معنا، بدي افرجيكم هون، بيربح معنا $1000، بس ال$1000 شرطي الاساسي انه رح تحطوه على البيت، مو رح ننقل على بيت جديد. أوكي. واحد فيكم بياخد $1000 بيشتري فيه اللي بده اياه للبيت الجديد. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا؟ طيب ماشي يلا. لا حبيبي ما في تشتري الشاشه على ذوقك، انا بدي اشتري على ذوقي، اخر شيء بتجيب لي اياها صغيره، بدي اجيبها كثير كبيره هالمره. قبل ما نبلش الفيديو رح نقول لكم 1 2 3 هلا كل اليوم عندنا تحدي بجنن. اليوم انا بدي لعبهم اللعبه، تمام؟ جهزت لهم تحديات بتجنن، ما بيعرفوا ولا شيء عنا على فكره، ما دخلني واقف قاعد، حتى انت في محلات بدك توقف فيها ما بيصير هيك تنام. قبل ما نبلش الفيديو نبلش هيدا التحدي، اذا انت جديد على القناه ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. يلا خلونا نبلش. يا قوم 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 رح نبلش تحدي. انت شو مشانك قوموا. اول شغله انه انا ما رح صور حالي كثير اليوم، لاني رح صورهم ورح صور لكم شو عم بعمل لهم، تمام؟ مساحه لؤي هي هي ومساحه جوجي بس هي انا هي. انا ذكي. شو؟ لا ما بيصير ما بيصير، بدك تضل هون هون طيب. هون طيب يلا جوجي بشيله بحطه برا. شو؟ لا ما بيمشي الحال. لا بدكم توقفوا على رجل وحده لعد لل 15. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. فينكم تنزلوا. بس رح اقول لكم شيء، نحن عم نبلش بالسهل للصعب، يعني ما تفكروا كل شيء سهل، تمام؟ اوكي
الجولة الثانية بدكم ترفعوا رجل وحدة وترقصوا وتغنوا. واحد اثنين ثلاثة. قديش بدك تعدي؟ لل 15 بس بقلبي هالمرة. واحد اثنين ثلاثة. خلص خلصنا بس بدي لكم شيء انا نسيت عد. اوكي الجولة الثانية خلصت. الجولة الثالثة وهي كثير بلشنا شوي ها شوي تن دررن تن 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 بنعلي هيدولة. لا هيك بنعلي اياها بنعلي هيك. جولة الثالثة هي هاي وهي بيعتبركم شيلة شوط علي. علوا ايديكم علوا ايديكم علي ايديك لو اي لا بدك تعلي كليا علي ايديك علي لفوق جوزي. واحد اثنين علي ايديك علي ايديك علوا ايديكم معلي انا يلا اوبا علي ايديك علي علي ايديك اكتر 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 انت صار اثنين هي ثلاثة انت صار واحدة اثنين اثنين انا صاروا ثلاثة لا نو واي لا اوبا يلا البعده بعده تك لازم ترفعوا ايديكم منيح ما بتصير تتحركوا اللي بيتحرك وقت بتزت بزت الطابه بيخسر. حاضر يلا ارفع ايدك منيح ارفع ايدك شو لو اين ارفع ايدك ما بصير ما بصير هيك. لا لا اعطيني لا 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 لك يا دب كسرت الكاميرا يا دب وينه اللي بعده ملامح وشه لجوجي بتضحك خلصوا واحد هي الجولة لا واو شفتوا انا رماية طلعت واو عن جد اوكي بما انه ما عم بقدر وما في حدا يصورنا فرح صور حالي من هون اسلي وقلكم انه هلا الجوله الثالثه ما هلا الجوله الثالثه هي هذا كله بده يخلص انتوا رافعين ايديكم او مسموح تنزلوا ايديكم بس ممنوع تطلعوا برا وقف وقف سلام وقف يلا بدك توقف ما بتصير ما بتصير بدك توقف بيكون حزين لو اي اوكي هلا المفروض انا ثبت الكاميرا حذركم ليه لاني ما فيني اصور وبنفس الوقت يعني اعمل فيهم هاي العماية على فكرة بعدها في جولة بعدها في جولة بتطير العقل شو؟ اعملي لي وصفة ضربي بابا بدي اضربك انت وبابا انت وبابا لوي لا هي $1000 شو لعبة بدكم تصرفوها بس على البيت بدكم تصرفوها فهمتوا لوي وقف 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 وقفوا لا جننوني بوقف التحدي ها واحد اثنين بابي وجهي اوكي جاهزين لكم هيدا جاهزين واحد اثنين ثلاثة اكيد
اكيد في حدا فيكم بده يطلع. اذا ما طلعتوا هون الجوله اللي بعدها مليار بالمية في حدا بده يطلع. اوكي انطروني. يلي بيتحرك من هون ما نياله. تمام اللي بيتحرك ما نياله. قررت ليكو ليكو الرصاصات اللي عملتهم. واو او ماي جاد. اللي بيخسر بيلمون. لا حبيبي اللي بيخسر ما بيلمون. اثنيناتكم كنتم تلمون. يلا خلوكم هون دقيقه جايتكم. وشكم لهنيك. وشكم لهنيك؟ ما بدي اسمع حركة. لا 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 نعيد الجولة. لا ما خلصت. حدا قال لك انه خلصت الجولة. حدا قال لك انه لك انت ما بتتحرك. والله لا خليك تتحرك. طول بالك انت على نزل. شو راح يوقع. لك لا ما عطيب. لا توقع. يا ما كل هالشي عم تعملوا مشان الالف دولار. شبكن ولو شو هاد كل هاد مشان الالف دولار. والله ما بيصير. دقيقة ماما تعالي. شو؟ تعالي تعالي عن جد. شو؟ لك تعالي متى بتبخي؟ شو بدك؟ متى بتبخي؟ عطيني. لا ما حذرت بالاحلام والله. يا الله بتحكي ما هو بتجي علي. اوكي عطيني. طيب خلصت الجولة بيب. هي اصعب جولة اكيد. لا شو؟ يلا الجولة اللي بعدها. اذا ربحنا التنافس بنتقاسموا. اوكي فينكم تخسروا. فينكم تخسروا وتطلعوا. انا على فكره ماني ماسكتكم من ايدكم ابدا. يلا هيدي لا ما بيطقوا. ما بيطقوا ولا شيء. فيك تهرب لؤي. فيك تطلع. ايه فيك تطلع. ما لا ما عم يطقوا. ما عم يطقوا لا ما ليه؟ على فكرة هن صغار كثير لهيك. اعطيني بابا بشوي. لا غشاشين انتوا. ما بصير ما بصير غشاشين. شايف ما بيطقوا. ما بيطقوا. اوكي بما انه ما بيطقوا رح نعمل شغلة ثانية. اوكي هلا معنا اخر جولة. يا بيطلعوا يا عن جد انا بدي طعميهم قتلي وطلعهم او بدي شوفهم هيك لطلعهم. جاهزين؟ انا قلت اثنيناتهم ما بيربحوا ال1000 دولار تبقى لإلي وانا بجيب اشياء على ذوقي. مو مقبولين كله كرمال ال1000 دولار؟ مو مقبولين عن جد. هلا بخليهم يطلعوا اجباري عن راسهم. لا لا لا. اوكي هي اخر جوله. وقفوا والله بيوقفوا. وقفوا حط بلوزتك من ورا بقلب البنطلون. حط بلوزتك بقلب البنطلون كلها. حط بلوزتك بقلب البنطلون. يلا يلا هاي بدك تدخليها هيدا عن معاني عن جد. لك مش شو بكتك بس بدك تزتيها. يلا وقف بدك توقفوا بالصندوق. ممنوع تطلعوا بس فيك تشيلها بحال طلعت من الصندوق. يلا وقف وقف لشو. واحد اثنين يلا. طولي بالك طولي بالك. وقف ما في انا بمرق. لو اي وقف لو اي وقف. يلا رح نساعدك. انا ما بعرف شيء.
اعطيني يلا 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 هي لا من ورا كمان اوه لا لولا العب باي اوكي رح تبقوا هيك ليكوا هيك عم ترقصوا بدي افرجيكم هيك لازم تعملوا هيك هيك تمام 15 ثانية او 20 ثانية يلا 1 2 3 1 2 3 5 6 لؤي رقص منيح 7 8 9 10 11 12 13 14 15 على فكرة بطلت قبل بثانيتين يا مجنون مبروك ماما مبروك شكرا لا حبيبي ولا بأحلامك يا لك كل بيتك الصوت فيني يطلع؟ لا بدك تضل لبكرة عشان تربح لا لؤي نو واي لا 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 لؤي إذا بتحط لي لا انت تعمل شيء انتو جاد نعمة كلش ايدي والله ما راح اجي دقيقه اساس ما بعرف امسكيها اوكي يا جماعه هلا راح نقول لكم انه فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم انا كثير ليكو وصلوا الفيديو هذا لا لا وصلوا الفيديو هذا لل 50,000 لايك لحتى لؤي يتحكم فينا انا وجورجيو بس نعمله بالدائره هالمره لؤي قبل ما ننهي الفيديو اذا انتم جدار على القناه ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب بنحبكم كثير باي 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 ما تطلع شينا لا اضحك باي باي